ان شاء الله دكتور ان شاء الله هو يضحك على الناس. لا لا ان شاء الله قريبا باذن الله. يا مستر ان شاء الله باذن الله. ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنا عايزين حضرتك كده تعرفنا اكتر بحضرتك كده ان شاء الله. مبدئيا سيبك من موضوع حضرتك ده، يعني مش انت دفعه 2011 صح؟ تمام معاك معاك دفعتي انا 2011 فصلي على النبي يعني عليه الصلاه والسلام. انا مروان عليان، انا خريج هندسه القاهره دفعه 2011. انا معيد في هندسه القاهره قسم كونستراكشن مانجمنت اللي هو تشييد. خلصت الماجستير بتاعي في هندسه القاهره وجيش طبعا والباكج كلها على بعضها. بعد كده طلعت على يونيفرسيتي نوي في امريكا عشان اعمل يعني الحمد لله هي الجامعه هي ده احنا بنتخانق دايما مع ستانفورد على رقم واحد على مستوى امريكا في السيفل انجينيرنج ما شاء الله. انا متخصص يعني مركبين كذا حاجه على بعض في التخصص بتاعي يعني. انا شغل كتير ليا في البيم، شغل كتير ليا في او مش كتير قوي حتى الان في الداتا الداتا والكلام ده اكسيولوجي يعني دي الحاجات اللي انا ممكن يعني والاو سستينابيلتي يعني انفراستراكشر بزنس دي الحاجات اللي اقدر يعني ازعم ان انا بربع جنيه اكسبرت فيها. لا 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 حضرتك متميز فيهم كلهم ما شاء الله كلهم ربنا يزيد ويبارك. الله يجزاك. طب انت حضرتك قلت البيم، ايه هو البيم؟ نبدا بيه كده. طيب مبدئيا البيم يعني الناس يعني واخده عنه الى حد ما مش هقدر اقول انطباع خاطئ بس هو انطباع منقوص. يعني اي حد تقول له بيم يقول لك ريفت عارف انت هو الاجابه تونس حاجه زي كده هو الاجابه ريفت. تمام. لا يعني الموضوع يعني مور كومبليكيتد شويه. يعني هو فكره البيم نفسها اللي هي بيسموها بيلدينج انفورميشن موديل. تمام. بيلدينج دي اللي هي بتاعتنا اللي هي جايه من المجال بتاع هندسه المعلومات. انفورميشن موديلنج دي مش بتاعتنا. تمام. دي اللي جايه من الكمبيوتر ساينس. الناس بتوع الحاسبات والمعلومات والكلام ده. الانفورميشن موديلنج اللي هو ازاي انت بتربط الداتا والحاجات دي مع بعضها والانفورميشن والكلام ده. يعني حتى كلمه انفورميشن دي ليها معنى. يعني في فرق غير لما انا مثلا اقول الداتا والانفورميشن. تمام. لو يجي مثلا في الجزء بتاع الانفورميشن موديلنج يقول لك انت عندك اربع مستويات. عندك اول حاجه داتا، بعد كده انفورميشن، بعد كده نوليدج، بعد كده ويزدم. تمام. يعني اقول لك مثلا 75 ده كده داتا رقم مجهول مش باين له ملامح مش عارف ايه. بعد كده اقول لك وزن مروان 75 دي كده بقت حولت من داتا انفورميشن. تمام. انت حصل لك اعلام انفورم. تمام. حصل لك انفورم دي بقى عندك يعني نوليدج. بعد كده والله بتجيب منها نوليدج نوليدج بقى اللي هي ايه مثلا 75 مثلا والستاندرد مثلا 70 يبقى مروان مثلا زائد الوزن. تمام. بعد كده اقوم تطلع منها الويزدم دي قصه ثانيه دي حاجه اعلى بكتير انك تطلع منها بقى تطلع منها مثلا الجوريزم مثلا بيعمل اناليسيس الموضوع ده. فدي الداتا فكره الداتا موديلنج كونستراكشن انت ازاي بتربط الدنيا ببعضها بدل ما كان الموضوع مجرد رسم كاد او حتى رسم 3 دي مجرد حاجه مصمطه بكتير بتطلع منها دايمنشنز وكوردينيت وكلام من ده. لا بدل ما بعمل حيطه مثلا عباره عن خطين ثلاثه اربعه مع بعض لا بقت الحيطه هي اوبجكت. انت انتقلت من مرحله الخطوط الى مرحله الاوبجكتس فبقت اوبجكت. انا بقول حيطه بقى الحيطه دي ليها اسم ليها اي دي معين. لما انا بقول حيطه فانت بتعرف مثلا الثيرمال ريزيستنس بتاعتها بنت الحراريه بتعرف الساوند ريزيستنس بتاعتها بتعدي الصوت ولا لا او لو فيها عصر صوت هيتركب ازاي والكلام من ده بتعرف خصائص الحيطه بقى دي حيطه ليها مثلا في الماتيريال بتاعتها مثلا بتعرفها وليها والماتيريال نفسها دي برضه ليها هويه خاصه بيها بتعرفها كله مرتبط ببعض. بس ما بقى ابلكيشنز كتير مثلا لما تربط الدنيا ببعضها يعني تربط الموضوع ده الكمبيوتر مش عارف ايه الكلام ده الابلكيشنز كتير دي هي مبدئيا الموضوع يعني اكبر من الريفت. الريفت ده يعتبر هو الجزء بتاع الابلكيشن. يعني لما تقول لي بيم واقول لك تقول لي وانا بقسم اقول لك بيم وانت تقول لي ريفت ده مش معنى كده انك بتقول شباب لا انت بتقول بيم بس انت بتتكلم اللي هو هاو تو ابلاي بيم حلو وده مش حاجه تعيب يعني دي مش حاجه وحشه. يعني انا كده بتكلم اكتر كده عشان راجل اكاديمي اكتر الناس الاندستري هو مش فارق معاه الكلام ده قوي يعني هو في النهايه يعني هاو تو ابلاي هو رؤيته في الاندستري يعني هي مش صح ما تقولش انها غلط بس هي تبقى ايه دي الصوره الكبيره الكامله. بعد كده والله انت بقى تاخد الجزء اللي يناسبك في السيز بتاعك تشتغل عليه دي بس. طيب يعني هل ممكن واحد يعمل بيم من غير ريفت؟ في سوفت ويرز بتنافس
يعني انا ما اعرفش الاركي كات صراحه، انا مش متابع قوي، بس هو بيقول الاركي كات مثلا بينافي شويه، وانت ممكن يعني تعمل فانكشنز، يعني هو في النهايه ريدت هو بيعمل فانكشن فانكشنز الباب. تمام. في النهايه مثلا طب ما انا ممكن مثلا اعمل جزء مثلا بتاع الكومبلاينس تشيك متابع مع السليبري مثلا. تمام. ده ايه نظام؟ جزء مثلا بتاع الانفراستراكشر مثلا، لا ما في مثلا اوتوديس يعني بداتها شويه انفراستراكشر اللي هو انفرا ووركس، يعني مش يعني مش عظيم طبعا كومبيرد بالريفت، ان هو طبعا يعني عامه في الكونستراكشن يعني دايما هتلاقي الانفراستراكشر متاخره عن المباني. الانفراستراكشر بتبقى قطاع عام خاص والعام هو اللي مسيطر عليه، وبينما المباني اغلبها قطاع خاص، فالعام عامه بطيء حكومه بطيء، بينما القطاع الخاص شركات، فهتلاقي ريسيرش اند ديفلوبمنت بسرعه ان هم يشتروا برنامج جديد كلام من ده، وفيهم بيقرر يعمل برنامج جديد. انما لو قطاع عام لا، يقول لك احنا متعاقدين مع شركه مش عارف ايه لمده 10 سنين والكلام ده في كل حته. يعني مثلا في امريكا مثلا هم بيعشقوا بنتلي مثلا، ان بنتلي مثلا مش عظيمه قوي، وحتى الاستراتيجيه بتاعتها في الاوتريتش مش حلوه. مثلا يقول كان مثلا اسكيب، يقول كده انت مجرد ما تقول له انا ستودنت يديك سوفت وير لايسنس 3 سنين ببلاش لو معاك الاوريجنال والكلام ده. بنتلي لا، او لازم تكون الجامعه مشتركه معاهم مش عارف ايه، فعلى المدى الطويل بتبقى هتكسب. خلاص انا مروان كان طالب اتخرج ما استعملش بروح الكهرباء، هو ده اللي كان عيب بالزبط. فلما يروح شركه يقول له مروان تعالى بقى انت راجل خريج جديد ومش عارف ايه وتعالى اعمل لنا بيم، مروان هيستعمل ايه؟ مروان يقول لك تعودوا عليه. وده اللي خلاك اللي تسال السؤال اللي هو مش ريفت، مش بيم يعني ريفت ليه؟ في حاجات ثانيه، بس هو الريفت يعني هو المهيمن بسبب الاستراتيجيه بتاعته. تمام. طب انت حضرتك بتقول دلوقتي الانفراستراكشر، ده سؤال ناس كتير بتساله، هل البيم ليه علاقه بالانفراستراكشر ولا هو بس مجرد مباني من اول حرف فيه؟ تاني سؤال. طيب في ناس بتسال هل البيم يدخل فيه الانفراستراكشر والمدن؟ مش عارف، في النهايه البيم بالبدايه يعني لو بنتكلم على مفهوم الشمول بتاعها حاجه تبين يا اما لينير او هورزونتال اللي هي الانفراستراكشر او مبنى عادي. جميل. النهاية انت بتمانج البروسيس نفسها بتاعتها. جميل. هو الفكره كلها الناس بتنخدها باول حرف في كلمه بي، فيقول لك بيلدينج اللي هو مبنى، فلازم فيلا او عماره او حاجه. هو في تفريق ما بين، يعني في حتى في الاكاديميه احنا ما بنسميهاش في الانفراستراكشر، ما بنقولش بنسميها بيرن، بنسميها سيرن. سيرن انفورميشن مود، سيرن. سيرن دي اللي هي يعني تريفيك انفراستراكشر، وليها كذا اسم، يعني هتلاقي مثلا بيسموها ساعات انفراستراكشر بيرن، والناس بتسميها انفرا بيرن. ليه؟ ان هي البيم في الانفراستراكشر يعتبر جديد، فانا لسه اول واحد عامل فيه مثلا، فبكتب اسم البيبر اللي انا بعملها في ريسيرش وخلاص، سميته ميم مثلا، مروان انفورميشن موديل خلاص. بس حاليا يعني اظن بدا يبقى فيه يعني اجماع هيسموه انفراستراكشر زون او انفراستراكشر بيم حاجه زي كده، يعني بدا خلاص يعني خلاص يسموهم السم والكلام ده، هتبقى مش عارف انفراستراكشر بيم انفراستراكشر. طيب كان في برضو مناقشة برضو، ممكن نستخدم الفكرة بتاعت البيم او النظرية عموما اللي هي من الستينات ان احنا نستخدمها في مراكب الفضاء او ان احنا نعمل مركبة غواصة والحاجات دي، هل برضو هيفضل بيم ولا هيخرج من عباءة البيم؟ اصل الكلام ده مبني اكيد على حاجات تانية، فاديني باك جراوند. يعني انت هتستعمل بيم ازاي في الكلام ده؟ يعني فكره ان انا كل عنصر اعمل له سيلكت وادخل كل البيانات اللي انا محتاجها. لا ما هو انت كده يعني اظن ان كده ده لو ناتج عن فهم بس ده ظن، يعني انا مش اكسبت في الحته دي، بس ده ظن يعني. لا ده ناتج عن فهم الخاطئ لفكره البيم، ان هو الموضوع انفورميشن موديل. انت بتعمل ده اسمه انفورميشن موديل، ده مش بيلدينج. انت كل اللي بتعمله انت خدت ان هو في النهايه الانفورميشن موديل ده تول انت استعملتها في المباني، فطالما هي تول طب انا ممكن استعملها حاجه ثانيه، عامله كده زي ما بتقولي اوبتمايزيشن. بس ساعتها هيبقى لها اسم خاص بيها، ساعتها هيبقى لها اسم خاص بيها عشان نعرف نفرق. يعني ممكن دكتور ياخد المعلومه دي ويشتغل بيها بس هيغير الاسم على اساس ان انت انا بقول لك هي اصلا مش بتاعتك كمهندس مدني، هي انفورميشن موديل دي بتاعت الناس بتوع الكمبيوتر ساينس، دول ناس بيخترعوا زي مثلا بيخترع الناس اللي اخترعوا التفاضل والتكامل، هو ما اخترعوش عشان خاطر حاجه معينه، ان هي انت كمدني خدته بتاع ميكانيكا خدته وكل الناس خدته، هي نفس الكلام في الانفورميشن موديل، هي ازاي بالموديل انفورميشن وبربط حاجات ببعضها وشغل السيمانتكس والكلام ده. ففي النهايه ده انفورميشن موديل، ما اظنش ان ليه علاقه بالبيلدينج انفورميشن موديل.
احنا بس ايه يعني انت جايب جينا من الناحيه الثانيه صحيح، انما تبدا من هنا مش من هنا. متفق معاك. طيب الرساله بتاع حضرتك بتتكلم في موضوع ايه بالظبط؟ بص الرساله بتاعتي بتتكلم في يعني هي مربطين كذا حاجه. احنا بنحاول نقيس ال فيها جزء اقتصاد، احنا بنقيس يعني الاقتصاد اللي هو يعني البيهيفير بتاع الناس. يعني احنا بنحاول نقيس ازاي الناس بتبرسيف المشاريع الانفراستراكشر من ناحيه السستينابيلتي. بمعنى يعني في امريكا طبعا الريسيرش بتاعنا من على امريكا، ففي امريكا ما ينفعش تيجي تقول والله تصحى الصبح تقول والله هنعمل كومبلي مش مزاجها. لازم يعني لازم اهل المنطقه يوافقوا ويقول لك اه اوكي والكلام ده، انت بتاذي الناس او بتفيد الناس. ففي حاجه اسمها بيسموها الكومبلي كيرو، فابدا والله بتكلم مع ناس وكده ونتكلم ونقعد بقى. فالموضوع ده يعني سخيف وطويل، يعني ممكن ياخد له سنه سنتين. يعني في كندا كان ناس كلها مش عارف عشان يعملوا طريقه خد له 4 سنين. ف يعني طويل قوي. طب ازاي ان احنا نجمع ما بين حاجتين، ما بين اللي الناس عايزاه وبين الحاجه اللي هي السستينبل؟ ولما اقول سستينبل يعني برضو من ال فاهم الخاطئه عند الناس اللي هي سستينبل يعني بيئه وخلاص او بيئه ليه مو خلاص. السستينابيلتي يعني ليها 3 دايمنشنز، الجزء البيئي والجزء الاجتماعي والجزء الاقتصادي سوشيال انفيرمنتال اكونوم. فانا ازاي فانت كمهندس انت بتقرر من ناحيه السستينابيلتي فقط مثلا كديزاين خلاص انت ماشي وراه ماشي مثلا لو مبنى مثلا ماشي تبع الليد مش عارف ايه الكلام ده، وفي حاجات يعني مشابهه في الليد والحاجات دي في الانفراستراكشر يعني بيسموه هو الليد نيبرهود اظن. في حاجات تبع مثلا هارفرد كانت عامله حاجه اسمها انفيجن، في كذا حاجه. بس في النهايه انت ما تعرفش الناس عايزه ايه. يعني عمر ومروان مش ناس سستينبل يعني شورت، لا ممكن يكون يعني مروان هو يعني مش همه غير الفلوس، يقول لك بص يعني هيوفر لي اهلا وسهلا، لو هيزود عليا جنيه مش عايز. تقول لي بقى بيئه مش بيئه، مروان شخص سيء وده اللي جنيه. عمر والله شخص جميل ويحب البيئه والمجتمع ومستعد يدفع الاف الدولارات من اجل البيئه. هي دي بيسموها دي بقى الجزء بتاع الاكسيولوجي. الاكسيولوجي اللي هي الفاليو، انت الفاليو ليك انت ايه ده غير الفاليو انجينيرنج حاجه ثانيه خالص. هي انت القيمه بالنسبه لك بتحدد بايه؟ انا كمروان مثلا انا راجل مادي شرير، فالقيمه بالنسبه لي فلوس خلاص. فدي بتختلف بقى من شخص لتاني. فانت ازاي تعمل موديلنج البيهيفير بتاع الناس ده وتدخله في الجزء بتاع السستينبل ديزاين عشان في النهايه اعرف اعمل ديزاين يرضي الناس. تمام. هي الناس اللي عندها الوعي الناس مش يعني مش عندها الوعي الكافي ان هي يعني مش هجيب كل واحد. يعني مثلا عامل مثلا كوبري في مدينه فيها 200,000 واحد، مش هجيبهم والله اوديهم بقى كورسات سستينابيلتي كل واحد فيهم مفهوم يعني ايه سستينابيلتي واقنعه باهميه. هتلاقي مثلا واحد بيقول لك والله لا مفيش حاجه اسمها احتباس حراري، لا ده لسه بقى اقنعه يعني احتباس حراري ومش عارف ايه اللي هو كيف بدا الخلق من الاول خالص. فمش هينفع. في النهايه انت بتحاول تبريدكت البيهيفير بتاع الناس والناس عايزه ايه ومخها ايه وازاي الكلام ده تتعمل له الاينمنت مع سستينابيلتي. بيجي بعد كده بقى الجزء بتاع الموديلنج بتاع الكلام ده وازاي تطبقه في الكلام. هنا بيجي الجزء بتاع البيم بقى، يعني ده كده الجزء اللي هو زي ما بنقول يعني ازاي بتبني النظريه. بعد كده هاو تو ابلاي، لا والله ناخد بقى الكلام اللي هنطلعه من الموديلنج والبيهيفير موديلنج والايكونوميك مودلز اللي انت عاملها. زي مثلا بستعمل مثلا في الشغل بتاع مثلا البروست ثيوري بتاع البيهيفير بتاع دانيال كانيمان واموس تفرسكي. بس ازاي بقى تاخد بقى البيهيفير ثيوري والكلام ده وتطبقه في الجزء بتاع في البيم نفسه، اللي هو ازاي بقى اخلي البيم بتاعي او البيم موديل بتاعي يعمل الكلام ده، اللي هو ازاي والله هو يقدر يكالكليت الكلام ده وياخد الديزاين ستراكشر ويطلعها واللينك ازاي بتاع السيمانتيك والكلام ده. بس ده بيستخدم فيه بقى الذكاء الصناعي والبرمجه والحاجات دي. الذكاء الصناعي والحاجات دي بيستخدم في الموضوع ده الذكاء الصناعي؟ في الاي اي انا بستعمل بس ماشين ليرنينج. هو ايه عباره عن ايه الماشين ليرنينج؟ بصي خلينا نبدا بكونسيبت قريب من الناس اللي هو البروجرام. ايه البروجرام الناس كلها عارفه. انت بتدخل والله انبوت وبتدخل قواعد بيطلعك اوت. تمام. فانت يبقى والبروجرام نفسه هو ايه؟ ازاي القواعد دي تقرا انبوت و لها اناليسز او لها بروسيسنج. فانت في النهايه المعلوم بالنسبه لك الانبوت والقواعد او الالجوريزم او الرولز اختبارها تسميها ايه؟ بتطلع منها
مش لازم يعني هو تزاوج عنيف ما بين الاحصاء ولينير الجبر والبروجرامينج، بحيث في النهايه انا بدخل انبوت والاوت، وهو الموديل من خلال ان هو يبدا يقرر الانبوت لما كان عندي المدخل اكس المدخل كان واي، يبدا هو يعمل ستاتستيك الموديل يقول لك والله بيزع الكلام ده بيروح هنا، بحيث بعد كده لما دخله انبوت هو عنده الريبورت يطلع لي اوت. فعشان كده الماشين ليرنينج فيها محطتين، محطه تريننج وبعد كده محطه اللي هو الشغل بتاعها. تريننج يعني ايه؟ ان انا زي ما لو الماشين ليرنينج يعني تعلم الماكينه، فالمحطه هي تريننج، انا بدرب بعلم الماكينه. انت بتغذيها بتشوف انت عندك كام ست داتا او يعني كام جسم هتغذيها ده، وكل ما تغذي اكتر كل ما الاكتس بقى اعلى. فتقعد تغذيها والموديل انت يعني طبعا الموديل بتتزرع على الموديل برضه مش سهل. انا مش عارف 95 98 طبعا كل مجال ويلا مجال الصحه بتاعته. ففي النهايه ينتج عنه انه والله خلاص اعدي موديل هو يعمل الموضوع ده، مش محتاج ان انا اعرف فلوس. دي اللي هي ده اللي مخلي الماشين ليرننج يعني سهلها خالص قوي. وعلى طبعا في حاجات الماشين ليرننج قديمه اللي خلاص اتصنفت دلوقتي في ديب ليرننج وفورست ليرننج حاجات ثانيه. السوبرفايزد فيرسز الان سوبرفايزد الكلام ده. بس ده اللي في الاسم مطر نفس الحاجة من العرض يعني على سبيل المثال يعني الحاجة لا تتبقى من الوقت في الطب مش انت عشان انت في الطب لو تسمع عن اندروناك ده اللي هو ده في ساندر ده اللي بقول يعني الناس اللي هم يعني كبار او ترشيدة هو اللي عم بصير اصلا يعني اخر المرات اللي قرات خالص يعني كان معقول اللي هو كان شكل اسمه اللي هو جوه خاطر بتاع دي مش عارف لا يعني صحيح في يعني هو بيقول لك حاليا مش مرحله الاله هتعمل ريبليسمنت للسيستم او الديتا هتعمل لا هو حاليا اللي هيحصل ان ما زالت السوبرفيجن او الانتشار بتاع الزمن الجديد بس بيقل كل شويه بيقل كل شويه نعم الحاجه للمراقبه او كده بتقل كل شويه بالظبط عامله زي ايه عامله زي مثلا اول ما اخترعنا الاوتوكاد فكان في الاول مثلا عندك 50 واحد بيرسموا بايديهم بعد كده جه الاوتوكاد بدا بقى 50 بقى 10 خلاص بقى ممكن تبقى دوخه مره واثنين و10 وبقى عادي كلهم بسهوله والكلام ده جه بعد كده البيم خلى ال10 دول اثنين اللي هو مجرد ما بتعمل الموديل تعرف تطلع مقاطع وشبلونز وشبلونزات من الموديل وخلاص كده. هي دي الفكره. الناس دي بتروح فين؟ بتروح في اماكن مختلفه بقى في المعرض. وعلى حسب سرعتهم في ان هم يعملوا ادابتنج ولا لا يا اما هيطلعوا يا اما هينزلوا. دي قصه ثانيه. طبعا الماركت يعني بتبقى اكثر توحشا مع الوقت. يعني كان زمان مثلا بيحصل اللي هي الرد في كارير الناس يا اما مره في حياتهم يا اما ما حصلش. دلوقتي لا انت محتاج ان انت يعني تبقى بيسموها كونتينوس ليرنينج لو انت في فتره بطلت تتعلم هتقع
انك تقول لا خلاص انا اتعلمت وخلاص بقى كل الخبره بتاعتي الكلام ده، لا الموضوع مش خبره، الموضوع في مجالات جديده بتفتح عليك. يعني دلوقتي مثلا انا راجل بتاع مدني، انا مانيوال ماشين ليرنينج كمبيوتر ساينس الكلام ده، لا خلاص لا بقى يعني الحاجات شويه حاجات اساسيه. زي زمان كده لما كنا بنقول ازاي باحث ما يعرفش بروجرامنج، دلوقتي بيقول لك ازاي باحث ما يعرفش يعمل داتا اناليسيس. هي يعني هو الدنيا ماشيه في الاتجاه ده، بس ده اظن خارج السياق يعني. معلش اسف. لا 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 ده ممتاز، ده هو ده اللي احنا عايزين نسال فيه. الو يعني طب ايه اكبر المصادر او ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها دلوقتي في العلوم؟ ايه حضرتك شايف في العلوم بتاعت المستقبل، او ايه الحاجه اللي الواحد ممكن يركز عليها في المستقبل في مجال الكونستراكشن؟ في مجال الكونستراكشن ايه اكتر حاجات حضرتك شايف ان الواحد المفروض يركز عليها؟ عمر وانت تاني معلش الناس. في مجال الكونستراكشن ايه اكتر حاجات حضرتك شايف ان الواحد في مجال الكونستراكشن ايه اكتر حاجات حضرتك شايف ان الواحد المفروض يهتم بيها؟ يعني حسب انت بتتكلم في مصري ولا اكاديميا ولا لا؟ خلينا في مجال الكونستراكشن وبعد كده نشوف الاكاديمي. والله مجال الكونستراكشن برضه يبقى على حسب. يعني لو انت شغال في شركه السكيل بتاعها صغير، فاحنا بنتكلم وانت برضه على حسب برضه مكانك في الوظيفه، انت خريج جديد خريج قديم الكلام ده. فمبدئيا طبعا السوفت وير طبعا دي باكج اساسيه. والله مثلا انا راجل مثلا شرع عليا جزء انا اقول لك ما تسمعش مثلا ريفيت مش عارف ايه الكلام ده. فدي مبدئيا كده اللي هي السوفت وير اللي هي عشان تعرف تشتغل في والله بقى اشتغلت في شركة مالتي ناشونال كبيرة كوربريت الكلام من ده. احنا بنتكلم على السيت تاني ان الشركات دي عندها القدرة في مثلا في الار دي بتاعها والكلام ده ان هي تعمل حاجات مرعبة. بس انا لا بقول لك مثلا لا انت محتاج تتعلم تخش على الكمبيوتر ساينس، ده لازم قربت من اللي تجيبها في الريسيرش. يعني مثلا اديك مثال مثلا عندنا مثلا في الجامعة هنا مثلا في ريسيرش جروب شغال على الكمبيوتر فيجن. الكمبيوتر فيجن اللي هو ايه؟ ازاي يخلي الكمبيوتر يشوف؟ ازاي يخلي اللي هو ايه؟ الكمبيوتر ده ياخد صورة ويعملها انس. تمام. هو مثلا كان في بروجكت شغالين عليه اللي هو الدرون بيطلع وبعدين يصور موقع النهار ويصور بعد الصور. قوم الكمبيوتر لوحده بيخلي الصور هو بيعرف يعمل ابديت للسلام. تمام. عايز بس اتاكد ان انا فهمت الموضوع ده صح. ان هو كل مثلا اسبوع بيطلع بيصور بالدرون ديت الموقع كله، وبعد كده بياخد الداتا ديت ويحولها زي جدول زمني ويبدا يظهرها في قلب البريمافيرا ويعكسها تاني في البرو في 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 نفس وركس. مش عارف الكلام ده بالظبط ولا لا، بس اقصد دي يعني بدل مش سهل. يعني هو لو انا حطيتها في يعمل اكسس للصوره، لو انا حطيتها لنفس وركس ممكن اخليه يعمل سنكرونايزيشن مع البريمافيرا. ما صراحه ما اعرفش الابلكيشن ده مش الشغل بتاعي انا، بس انا اعرف شويه شغالين فيه. فبقول لك بس هو الجزء التريك الصعبه ان هو يعني يعرف يطلع الداتا من الصوره. مجرد ما طلعت الداتا بعد دخلها في البريمافيرا في نيفس وركس في ريفيت، دي الجزء السهل. ده يعني مجرد يعني ليبر انتنسيف شويه بس ده سهل. انما الجزء اللي هو الانوفيتيف او العلم الفظيع في الموضوع هو كان ازاي اخلي الكمبيوتر يعرف يقرا الصوره دي. بس فده دي حاجه مثلا هتقعد الاخوه المهندسين الموقع في البيت. تمام. بس طبعا بشكل بريد مختلف شكل مختلف. يعني لحد ما مثلا طبعا برضو بحسب برضو التكنولوجي والثمن التكنولوجي بتاعت الحاجات دي قد ايه. في دكتور يعني مصري يعني في دكتور مصري مهتم بالموضوع دوت وعمل الموضوع دوت. في دكتور مصري عمل الموضوع دوت اللي هو دكتور هاني صلاح عمر، عمل فعلا موضوع الكرين ويصوره ويحوله البرمافيرا والكلام دوت شغال عليه. ما انا بقول لك يعني بص انت لو انت اشتغلت في شركه كوربريت كبيره قوي مالتي ناشونال بتلاقي شغلك بقى قريب من الريسيرش، ان هو عنده من المساحه من الموارد والمساحه من الشغل بتعمل الكلام ده. فلو هنخش على كلمه شغل الريسيرش، الشغل دي تزاوج كبير قوي ما بين حاليا يعني الناس اللي الجامعات القويه هتلاقي الشغل الريسيرش اغلبه تزاوج ما بين الكمبيوتر ساينس والكونستراكشن.
ما خلاص يعني ما حدش هيخترع طريقة السادلين جديدة يعني غالبا عشان والله لا السي بي ام دي وحشة تعالى نعمل حاجة جديدة. هي السي بي ام شغالة وحلوة وجميلة خلاص تعالى نعمل طريقة جديدة لكتشف لوب. لا مش هتتعمل. فغالبا بتبقى حاليا الاتجاه كله أكتر في تزاوج وده عامة ده اتجاه عالمي كل علم في الدنيا دلوقتي حسب العظام العلم المتواضع برضه يعني بقت هو الديسيبلين الواحد ده خلاص كل حاجه بقت مالتي ديسيبلين خلاص يعني هو دلوقتي لا انت لازم تكون ده وحاجه الناس اللي هي دايما اللي هي دلوقتي التوب في الكارير بتاعها مطلوبه هو دايما بيتزاوج ما بين مجالين. فانا والله انا بتاع كونستراكشن مثلا وبفهم في حقوق البوليسي مثلا انا بتاع مش عارف ايه دايما خلاص ده الترندنج دلوقتي يعني المجال لو ما بقاش فيه حاجه اسمها مجال يقدر يعيش لوحده. فبقول لك يعني حاليا في الكونستراكشن لا يعني هو بقى اغلب الشغل بقى الكمبيوتر ساينس زي مثلا موضوع الكمبيوتر فيجن ده خدوا الكمبيوتر فيجن من قسم بتاع الكمبيوتر ساينس حطوه على الكونستراكشن. انا مثلا انا واخد جزء من الاكسيولوجي ده ملوش علاقه خالص بمدني ده يعتبر تبع الكليات اللي هي هيومن ساينس الكليات الادبيه وخدت وحطته عنها الاقتصاد ده برده بره الهندسه خالص خدته وحطته عنها. فهي حاليا ده المطلب. عشان الموضوع ده يعني يهم الناس ولا حاجه جانبيه بس هو موقف يعني حصل مع طالب عندي يعني هو كان حصل مع لسه حكي لي امبارح كان هو يعني هو كان اشتغل في الكونستراكشن فتره وعمل بي ام بي وكده يعني مثلا اقول مثلا بقاله مثلا او 5 سنين. فهي مرحله اللي هي اللي بيسموها الميد كارير انت خلاص انت مع بقيت تروح كده. فكان اللي هو يتعلم ايه سؤال لي بتاعك هتعلم ايه فقعد يقول لي انا هعمل ماجستير ومش عارف ايه والكلام من ده وهياخد اونلاين والكلام من ده. قلت له يعني انت بتدفع فلوس على الارض يعني انت فلوس على الارض ليه يعني خلاص يعني انت ماجستير في الكونستراكشن يعني فيرسس البي ام بي الاثنين قريبين قوي من بعض. يعني انا مثلا انا واحد من الناس انا درست في هندسه القاهره الشباب بتوع كريدت اوس فعندنا في كريدت اوس هندسه القاهره في ناس بتخصص كونستراكشن لا هات لي عيلين وحوش من بتوع الكونستراكشن دول بتوع هندسه القاهره انا نافس بيهم طلبه الماجستير اللي هو بيتخرجوا الماجستير من يونيفرستي اوف الينوي. ما شاء الله الماجستير رقم واحد والاعلى الاثنين على مستوى العالم في السيفل انجينيرنج ومش عارف ايه. هات العيلين من عندي من هندسه القاهره ينافسوا يعني ودي برضه يعني شهاده حق ما اقدرش اقول في اي حد غير هندسه القاهره مش حبا وتعظيما وتبجيلا لهندسه القاهره بديل نادر وانا ما اقدرش احكم حاجه غير نادر مستوى الطلبه بتوعنا في البكالوريوس خالص يعني لو واحد بيذاكر مهتم وبيدي مجهود مش بين ايديه شتات ومقضيها والكلام ده لا مستوى الاندر جرادويت عندنا او طلبه البكالوريوس قوي لا وعيال تقيله وتنافس بشكل لا باس بشكل عام وطبعا خصوصا طبعا في السيفل والكونستراكشن كمان. طيب بالنسبه للمجال الاكاديمي ايه الحاجه اللي حضرتك شايفها المستقبل دلوقتي؟ مصر لا لا في برا مصر هو المستقبل كله برا. لا والله يا بص يعني ميزه علاقه ميزه الحاجات بتاعه الكمبيوتر ساينس والحاجات دي انها ادت مجال بربع جنيه للناس اللي ما عندهاش امكانيات تضيع يعني مثلا حاجه مثلا زي الداتا اناليسيس كده كده الكمبيوتر بس سيستم كويسه ومش عارف ايه والكلام ده وانت من الريسيرش تعمل دول الريسيرش بتاع ده. فبقيت يعني مثلا كان مثلا كان حد بيتكلم معايا في فكره انا ما اعرفش كده طبقته ولا لا انا كنت بقول في ريسيرش وسبب انها غلط انا ما اعرفش هي بره مجالي بس كانوا بيتكلموا عن تصميم انشاء بقول لك تيجي نعمل تصميم انشاء للمشين ليرنينج كان الكلام ده مثلا المبنى على اساس ضرب الموديل على مباني وهو بعد كده يطلع مثلا التطبيق الثاني كده بس حاجه زي فتخيل مثلا فانت كل شغلك مثلا لو انت هتعمل مثلا الفكره دي مثلا على الماجستير بتاعك مثلا او البي جي بتاعك في مدرسه صغيره فانت خلاص انت مش محتاج غير لابتوب كويس شويه افعل كده. بينما زي ما انت محتاج معالج وتكسر مكعبات وتشوف بقى ميزانيه ومش عارف ايه ولا مش تصحيح لك صناعة الله يشتغل فاظن يعني بقى بالذات لو انت ناحيه الموديلنج والكلام ده اكتر اظن بس اكتر من اي حاجه. فدي يعني حاجه كويسه. اما عامه لو انت بتتكلم على السيرفس بشكل عام فزي ما قلت لك هو حاليا يعني
اشوف ان انت ينفع تستخدم بس بالذات لو بتتكلم على جماعه كبيره. طبعا لو جماعه صغيره يعني ممكن تقلب اي حاجه تخلط كده وخلاص، انما يعني لو حاجه تقيله اظن دايما تسوق في حاجه واحده. حاليا يعني مش حاجه اسمها تخصص حاجه واحد بس قوي، لا لازم تكون يعني مالتي ديسيبلين. يعني زي ما بقول لك مثلا الناس بتوع الكمبيوتر فيجن دول بيزوجوا الكمبيوتر ساينس تخصص الكمبيوتر فيجن مع الكونستراكشن. انا والله انا بزوج مش عارف اقتصاد على اكسيولوجي على بيج داتا مع الكونستراكشن. كل واحد قد ليه مثلا شغالين مثلا ناس شغالين ميتال في اللي هي الناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هو ازاي الكمبيوتر يعرف الكلام المكتوب. انا مثلا والله مثلا راجل مثلا بتاع بتعادل مثلا على كورب بتعادل مثلا على كباري وتبص والله الصيانه اخبارها ايه مش عارف ايه وكلام ده ريبورت. طب والله الكمبيوتر ده بيعمل ريبورت طلع منه ازاي الشغل طلع منه التعليمات ازاي طلع منه الشغل ازاي. فده برضه تخصص. فدلوقتي جبت والله برضه حاجه من التخصص الاساسي اللي هي الام ام بي ودخلتها في الاستراكشر وهكذا. تمام. يعني الواحد المفروض مثلا يبقى دكتور مهندس مثلا او مهندس مبرمج، يعني ما ينفعش حاجه واحده. ده لو انت راجل اكاديمي، لو انت راجل بتاع بس لا حتى في الشغل عشان الواحد ينافس، حتى في الشغل عشان الواحد ينافس. يعني ممكن معماري ومعاه استدامه مثلا، او معماري وعنده معاه اداره مشاريع، يبقى حاجتين مع بعض. هي عامه يعني بص زي ما بقول لك السكيل الكبير يعني الشركات الكبيره كده انا بقى الدنيا كلها بقى على بعض. انا لسه مثلا كنت بتكلم مع بروفيسور بتاع بيزنس فكنت بساله على حاجه يعني فجيت كلام الام بي اي فقال لي يعني بينا وبين بعض كده يعني الام بي اي حتى في الام بي اي دلوقتي يعني مش هتتسلم ومش هتديك فايده قوي خالص ان هي بقى حاجه براند تروح مثلا هارفرد مثلا هي الاتش بي اس هارفرد بيزنس سكول انت خلاص انت والله لو يعني كنت بتعلم هناك الف اربع بيت بطه مش هتعرف ان هو في النهايه انت راجل معاك ام بي اي من هارفرد فانت خايف من البراند. انا بقى لازم كده احاول دايما تبص على حاجه مثلا حاجه اللي هي خصوصيه وما تدرس يعني مثلا ام بي اي مثلا في الضغط الاستشفاء مثلا راجل الدكتور مثلا حاطط مدير مستشفى فام بي اي في الضغط الاستشفاء لا ساعتها دي بقى عظيمه. ام بي اي مثلا مركزه في الكونستراكشن مثلا الشيرن دلوقتي يبقى تول ما بقتش حاجه اسمها ما بقتش تول دلوقتي اصلا هي جهاز هو يعمل انترفيس الكلام ده عن اظن يعني انا شفتها في الداتا فيزواليزيشن بس ما شفتهاش في الموديلنج نفسه. بس دلوقتي يعني بيعمل شغل من غير ما يتبرمج خط واحد انت والله هو هي بلاتفورم على الويب سايت لا ابلود والله والله مش الشغل كله مش عارف ايه واضح انك بس كله مش محتاج تعمل بروجرام. تمام. طيب انت حضرتك بدات بالبرمجه ازاي وايه اللغات اللي انت مهتم بيها؟ لا مش حاجه اسمها انت ايه اللي انت عايز تعمل يعني كل حاجه وليها سكه. تمام. يعني مثلا انت راجل بتاع احصاء فاحصاء مثلا بطل عندنا في احصاء البروجرام الار مشهور جدا وقوي ار اللي ما يعرفوش هو شكل المحضر بس هو يعني ار قوي يعني مشهور جدا بالستاتستيك والجيستا خصوصي يعني مثلا اشتغلت عليه مثلا كده مثلا كنا بنعمل اناليسز للصور بتاع الجي اي اس شفت جي اي اس بتاع المدن كنا بناخد منه الخرائط نفسها ونقسمها بالبكسل ونطلع منها ديتا والكلام ده فده كان جزء مثلا في اكس بيج ديتا مثلا مش في العالم عاوز تعمل ديتا مثلا ماشين ليرنينج كلام من ده بايثون يكفي ساعات في قليل من الاحيان بيستعملوا الار يعني لو حاجه بقى فيها يعني سيستم موديل معقد شويه بس بايثون يعني اغلب الناس بتشتغل بايثون. والله مثلا شغل مثلا مع قصص سيناريو مثلا مش عارف ايه كلام من ده يعني او عقد شغل عام الماتلاب يكفي يعني عاوز تعمل مثلا اوبتمايزيشن موديل
اورجانيزيشن ممكن تحسن منها قريب منها مثلا على حسب العرب يعني منظرين لو تعلمت اللغه هتبقى سهل يعني انت تفكر ان تفهم الافكار العامه الافكار الاساسيه زي مثلا ان انا ازاي اعمل لوب ازاي اعمل مثلا هيوريست ازاي لو ازاي اعمل هيوريست مثلا فانت خلاص لو فهمت الفكره نفسها الباقي كله مجرد سنتكس مختلف يعني مثلا بدل ما ابتدي بالسطر ده مثلا ايه مش عارف ايه كذا دي كذا مش عارف ايه فصله وصلت بعد كده قلت دي كذا ده الفرق بين اللغه دي واللغه دي اللي هو بس صريف في التكه سالتك اول يعني مثلا الماتلاب يعني حتى البايثون نفسه لا بقول لك ايه طب انا اعمل لك الانترفيس بتاعك شبه الماتلاب ولا شبه الار ممكن كلهم شبه بعض مجرد بس سنتكس مختلف لو انت تعلم اي واحده لو انت يعني لو انت تاجر تعلم اي واحده لو انت مش تاجر وعارف انت عايز ايه يبقى اتعلم اللي هي فيه انت مثلا راجل بتاع داتا خلاص مش شغال في داتا الناس المهتمه بالموضوع ده كان الدكتور سيس بطين هو مش دكتور عندنا في قسم الكيمياء بس صغيره كان عامل صراحه حضيره سيس بطين دي اللي انا بتعلم منها يعني قعدت ادرس على اليوتيوب مثلا وكان بالشرح بالعربي بتشغلني يعني دي خلاص على 10 دلوقتي اللي بيديني مش عارف ساعه وخلاص الله بس بقيت اعرف اي حاجه من المجال وخلاص بعد كده والله طب ايه ده بايثون اللي تبقى خلاص يعني فانا بس استنكس بس تشوف الفيديو كده ساعه ساعتين هي البيزكس الفوارق بعد كده يعني اسال معلمه رحمه جوجل تقول له والله يعني تعالى ازاي البايثون يقول لك ازاي تمام طب حضرتك كنت بتذاكر ازاي بقى في جامعه القاهره حضرتك ما شاء الله كنت طالع جايب امتياز يعني صح طريقه مذاكره كده لا ما اعرفش دي حاجه غريبه كاستمايز يعني حد كل واحد يعني ما عنديش اسمع انا بذاكر بروجكت ولا كتير بذاكر قلت انا بذاكر اول عقاري بذاكر كتير يعني بس ازاي يعني انا ما اعرفش بذاكر مش عارف كنت بذاكر اكتر بس كنت بحضر اكتر واحد ازاي مش عارف يعني بعد ما خلص المحاضره تقعد تراجع الحاجات اللي انت كاتبها وكده وانا زي ما كنت بعمل دايما يعني بس ما اظنش يعني دي الحاجه الفاصله يعني بتعمل حاجه اسمها زيتون او يعني اصحابي كانوا بيسموها زيتون دايما صورها اللي هو كنت بعمل كده ملخص للمنهج كله مثلا في 20 ورقه سكاب كده مثلا لا ونص المحاضره على السكشن على مسائل تحت مش عارف ايه دي اللي بنسميها قانون سبوره السكوت بس دي كده تبقى والكود ده كده بس في حاجه كده برضه بس يعني في ناس يعني اظن دي امتيازات غير السكوت يعني ما اعرفش كنت طالب اللي هو يعني سيستماتيك عادي لو الطالب المؤدب اللي بيحضر بيحل مش عارف عادي زي اي حد مين اهم الدكاتره اللي حضرتك فاكرهم في الجامعه مين اهم الدكاتره اللي كانوا معاك في الجامعه جامعه القاهره اهم او يعني اللي حضرتك فاكرهم لا في حاجه على حسب يعني مثلا احنا مثلا نتعاون ثاني مثلا كان دكتور حسن رشدي مثلا بتاع الفيزيكس ربنا يبارك له انا اذكر له موقف لطيف قوي صراحه كان كنت رحت الطلبة عملت مشاكل وقرف محاضرة كده بس احنا طبعا دي فوت ان احنا بقينا قلقانين الراجل ده هيزعلني فانا بس سالته كده بصراحه اجابته صراحه يعني معلمت دماغي حتى يعني يعني انا شايف يعني دي يعني المحاسبه اللي بتحس بيها لما يبقى طول يعني انا لو حطيت عقلي بعقلك ان انا يعني حبيت اعلم عليك الامتحان بدل الصمت يعني انا بحب اشتغل بس اشتغل دكتور زي صحيح لما اشتغل غير انت غلبانه بس ودي انت في قبل الجماعه ليا يعني في حاجه اصلا يعني في كلنا يعني اصلا هي اخلاقيه من شرعا مش عارف ايه غلط ولا سواء الشغل مع عدس ولا كان مثلا بقول لك حديث صحيح لا يا عم مش عارف انت تاخد بس اللي هو دي في ناس طبيعي بس عادي حتى طبعا ناس مثلا دول شافوا مصمم رمضان ما شاء الله ما شاء الله
طيب بس انا كده خرجنا بره البيم قوي. لا 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 هنرجع للبيم، هنرجع للبيم انا بس. عايز كده لا لا هنرجع للبيم ان شاء الله. بس كان عندي سؤال، هل من رايك ان التعليم لو اتحسن ده هيحسن الدولة نفسها او هيحسن هيعمل نمو اقتصادي لو احنا حسننا التعليم؟ بص مبدئيا بس السؤال ده والكام سؤال اللي قبليه دول اللي بره البيم ده مجرد اللي هي فقره الهري والهري، انا مش متخصص، ده مجرد مثلا لو بنتكلم في البيم لا قول مروان قال كذا وطب مش مشكله خلاص دي على ده، انما دي انا مجرد مواطن عادي غلبان بقول لي بدل بس ايه حرام الناس انت وحش معايا. بص يعني انا رايي المتواضع يعني فكره الاختزاليه طبعا، يعني الاختزاليه اللي هي ايه، في واحد يقول لك بص انت عارف مشكله البلد دي ايه كذا، لا يا راجل لو تعرفت على شان واحد بيقول لك كمان صاحبنا كان بيتكلم على ولا شاف كده البلد ايه حاجه بيهيفير سلوك معين للناس يعني. هو قلت لي يا ابني انت لو واحد بتاع انثروبولوجي ولا بتاع سوشيال ساينس شافك هيقطع شرايينه باللي انت بتقوله ده، يعني انت ما كانش حد غلب يا ابني لو ايه يعني مشكله مش عارف ايه كذا اختزال الحاجه. طب ما الاختزال نعم. الاختزال ان هو اختزال الموضوع كله بالظبط. هي الفكره كمان يعني سبحان الله انا كنت لاحظتها بس دي ملاحظه شخصيه ممكن تكون غلط، يعني دايما الاختزال ده بينتج عن كل واحد شايف ان هو مجاله ده اللي هيصلح العالم، عشان كذا مره يعني عصام حجي مش هو راجل بتاع علم وريسيرش ومش عارف ايه، فبيقول لك بص هو البحث العلمي هو خلاص دي لعبته، فهو قاعد يقول لك البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي. حاجه ثانيه حضرتك، طب ما ايران يعني مثلا ايران قويه جدا في التعليم، اخبارها ايه؟ ايه رايك في ايران؟ انت عاوز تبقى ايران؟ يجي مثلا واحد يقول لك لو حد مثلا اكتيفيست مثلا يقعد يقول لك الحريه ومش عارف يا راجل، هتلاقي مثلا واحد اليوم مثلا واحد صاحبي مثلا كان شغال كونسل ليه علاقات زوجيه ومش اسريه ومش عارف ايه، يقول لك بص احنا بس لو ظبطنا موضوع الاسره ده البلد العدل. لا واحد ثاني برضه صاحبي يعني كل الناس بتقول لك كل زمان بتقول لك عليه ده شفته بعيني، واحد برضه كان شغال مع اللي هي الجامعات الاهليه والان جي اوز والكلام ده، قال لك بص احنا بس نحاول نجتمع الاهلي شوف بقى يحصل لها ايه. انما يا جماعه في النهايه كل واحد بيختزل حسب رؤيته للعالم، انت بتشوف العالم من نظارتك كده يعني، انا اشك فيك يا عمر انت شايف ان البيم هو لسه حل العالم طبعا تظن ذلك هو ده اللي يعمل الديمقراطيه في البلد شوف الديمقراطيه والكلام الفاضي ده، انا بتكلم عامه يعني هو ممكن تعشان تيجي انت شايف ان لا يصح العالم هو ولا مين؟ لا لا انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، في ناس جم قبل كده قعدوا معايا وقالوا لي احنا عايزين نعمل مشروع بيم، كان معاهم كذا مشروع وعايزين يعملوا بيم، وانا قلت لهم لا مش هعملوا لكم بيم، يعني الانسب ليهم ان هو ما تعملش بيم. على سبيل المثال الو 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 سامعني؟ الو 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 عمر انا مش سامع حاجه عمر. ايوه انا سامعك انا سامعك كويس قاعد معايا وبعد كده اسمعك انا سامعك كويس الو لا استف ايوه طيب انا اقول لك كان في ناس جم وقالوا لي احنا عايزين نعمل مشروع بيم، وانا قلت لهم لا يعني انسب ليكم المشروع ده ما تعملش بيم خالص تمام، لأكثر يعني في مره مرات كان هو عامل فيلا وعنده فيلا تانية فعنده كل المعلومات فمش محتاج ان هو يصرف فلوس وعنده المخططات اوتوكاد والمشروع صغير فما كانش ينفع. مره تانية واحد كان عنده عايز يقول ان الشركه بتاعته بتشغل بيم فعايز كل المشاريع القديمه يصرف عليها ويحولها لبيم، فده بيصرف فلوس على حاجه مش هتدي له الفايده اللي هيصرف عليها، يعني التكلفه اكبر. زي برضه اقول لحضرتك حاجه برضه في خصوص الاستدامه، لان حضرتك استاذن طبعا في الاستدامه وفي البيم وفي اداره المشاريع في كل حاجه في الاستدامه. فاحنا في قطر قال لك في مشروع المشروعات قال لك هتاخد نقطتين لو انت عملت مكان للعربيات للعجل تركن، يعني العجل لو عملت له مكان تركن هتاخد نقطتين بس تحط حاجه مثلا الناس تعمل شاور كده. الموضوع مش هيحصل، ما فيش حد في درجه حراره 55 هيجي الشغل بالعجله، فانت كده بتصرف فلوس عشان تاخد نقطتين ومحققتش الاستدامه. لا دي مشكله ثانيه، مشكله يعني بشكل عام يعني سواء في الهندسه في الاجتماع اي حاجه اللي كوبي اند بيست انت بتشوفهم معاه وايه بتاخده زي ما هو كده بترميه عندك، دي قصه دي مشكله ثانيه وقصه ثانيه. زي فكره النجيله عندنا، عارف النجيله دي انت جبتها منين؟
هم عندهم يا ابني النجيلة هناك تطلع طبيعي، هنا لا تزرع نجيلة وتقعد مش عارف تعمل رملة قبليها هناك بس ايش النجيلة هناك هي هي المطر تسيح يعني لما تكون ساعات بس يعني في جفاف جاي ولا حاجة بيسقوا كده مفيش نجيلة مفيش زرع شجر كلام من ده النجيلة شايفها ممكن تطلع تاني احنا مش اخلاقنا النجيلة خالص احنا صحرا حضرتك نجيلة دي اللي هو مثلا السقف اللي هو البيوت اللي هو سقف مايل يا ابني دي عاملينها عشان لما الثلج ينزل ما يتراكمش على السقف انت ثلج ايه بس طلع النجم فساعات لا يعني احنا كوبي انفيس لطيف ما هو فكره برضه بص معاها هي اسف الهويه وانت دي مصايب ثانيه ما هي فكره القبه برضه بتاعت المباني او المساجد او القصور ما كانتش موجوده في الدول الاسلاميه غير لما دخلوا الشام وكان في مطره كتيره فلقوا الشكل دوت فبداوا ياخدوا الشكل دوت وفي حاجات في الكود بتاع الليد ما تناسبناش يعني هو بيدي درجات لو انت بعدت عن الصحراء لو انت بعدت عن الغابات وبنيت جوه المدينه بيديك تقريبا 16 درجه لو انت بنيت قريب من الخدمات جوه المدينه بينما احنا المفروض الكود بتاعنا يدي درجات للي يخرج بره المدينه ويبدا يعمر في الصحراء والحاجات ديت مظبوط ولا انا ما اعرفش طيب حضرتك مثلا بالنسبه للكود بتاع البيم هل البيم اجباري في امريكا لا ده انت العقد بتاعك معايا والله يعني مفيش اجبار من الدوله هو في اجبار حسب العقد هي يعني انت مثلا اقول لك مثلا شغل مثلا مع الاي دوت مثلا يعني هو ديبارتمنت اسوسيشن اللي هي يعني انت عارف عشان امريكا الفدراليه فكل حته فيها قلنا لك فيعتبر مثلا الاي دوت مثلا كانها مثلا وزاره النقل بتاعت ولايه مثلا فلا يعني مثلا اقول لك مثلا انا مثلا شغلي بيقدم مثلا استخدام ضربه فلانيه انا مثلا قسم القسم بتاعي مثلا كله بيستعمل بنتي مثلا فانت مثلا ما تجيش تقول لي والله انا باخد والله حاجه ايه من شغله ولا بس لا لا بنتي ده بس اقول لك لا لازم كل شيء مثلا يوزنج تكنولوجي ويوز تكنولوجي مصدق عباره عن ده على حسب العقد يعني مثلا زي ما انت بتقول مثلا البيت وريت ثلاثه ولا فيلا حقيقي قول لي بيت نعيش لما ولو انت عايز تبص حاجه معينه خاصه دي مود الاكل دي مود الاكل بتاع كل طبق كمان ايه بقى اكتر من ده برضه التزاوج للحاجات نفسها انا عارف ان عملت دي في جوله ثانيه اكيد عندي دي وقد يكون ده سبب في جوله مش عاوز ان انا عندي دي مود ولا حاجه مثلا دول يعني صور بقى وانت كنت مسافرت ولا شيء يا ريت كنت مش مسافر لو كنت يقصد تمام طيب بالنسبه لاداره المشاريع ايه علاقه اداره المشاريع بالبن هل بتستفاد منها ازاي لا طبعا بالذات بقول لك
يعني ده مشكله ان احنا بنعمل مفكر بس صغير تمام. ايه نظريات الاداره الحديثه اللي موجوده دلوقتي؟ يعني هل في تطور ولا لسه نفس الحاجات اللي كانت بتدرس في البي ام بي هي دي الاساس؟ يعني في اجايل، في لين، في في طبعا في اجايل، في لين، وفي الاجايل، بس دي تبقى اكتر يعني على حسب ما المشروع تسمى العقد الزمن، بس اذا راح نخش في او تمام طبعا على حسب نوع الكونسبت بتاعك، انت محتاج تادبت موديل معين، يعني لما تكون ديزاين بيلد غير لما تكون ان انت والله لا انا هصمم بس كامل وبعد كده اقدم له اطلاع مش عارف ايه الكلام ده. مثلا في الحاجات اللي هي مستوى البريفيشن مثلا، بس احنا بنقرر لا اصلا ما اظن اختلاف يعني، بس هو حاليا بدأوا في مشاريع كتير في قطر. حاليا في بعض المشاريع في قطر بدأ يبقى اجباري، يبقى لين زائد بيم، يعني هو بيحاول يجبر بعض الشركات على اساس يشوف النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، هل هو فعلا هيوفر ولا لا، ان هو يطبق اللين في المشاريع اللي موجوده في تبع اشغال. طيب في سؤال جاي بيقول ايه هو توجه البيم اكاديميا للتخصص المعماري؟ بره يعني اتكلمت يعني عشان ما بحترم التخصص يعني. طب لتخصص انا ما اعرفش يعني، هو التخصص المعماري دي كلمه كبيره قوي، انا جزء مثلا الجزء المعماري مثلا جزء المعماري مثلا التخصص مثلا بال 3 دي موديلنج مثلا، خلاص قربت مصر، قربت مصر من زمان. لو هنتكلم مثلا عن الجزء بتاع ديزاين نفسه ما اعرفش، ده بره تصميم المعماري، ده بره تخصص خالص. والله اقدر اقول مثلا الجزء بتاع 3 دي مورجان ده ما شفتش. طيب في 3 دي، في 3 دي ما ايوه ايه انت اللي بتراجع التعريف بتاعك؟ لا 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 حضرتك ايه رايك حضرتك؟ ايه مش فاهم حلو جميل يعني. اكاديميا اكاديميا ممكن واحد مثلا يعمل رساله في ايه الحاجه اللي هو ممكن يتخصص فيها او يعمل رساله دكتوراه ماجستير فيها؟ لا صراحه سؤال يعني افضل كنت محتاج ان انا اشوف والله مثلا طيب مثلا اقعد اسبوع اشوف والله كل البروجكت مثلا الفاندد من الـ NSF ومش عارف كل حاجه وابدا اشوف. بتقولي اتعلم علم ثاني خالص ما جاش بكره دي جاب بس اديني اسبوع تمام تمام. طيب حضرتك مثلا ايه هو الاي اف سي؟ حضرتك كنت بتتكلم قبل كده عن الاي اف سي. الاي اف سي الاي اف سي هو ده الستاندرد اللي بتعمل بيه الداتا موديل. انت في النهايه بتقول والله انا هشتغل بيم اهلا وسهلا، طب ازاي بقى؟ دي بقى الجزء الاساسي اللي هو هو ازاي الريفت بيأسس الكلام ده بس يعني هي ازاي الريفت بيجي من ده بقى، وازاي الريفت بيفهم خصائص ومش عارف ايه الكلام ده. فانا ممكن افهمها له كده شكل، بس في النهايه انا شغال ريفت وانت شغال برنامج تاني، في النهايه يعني ازاي هنفهم مع بعض؟ ازاي الداتا تمشي من هنا لهنا؟ وانا لو عاوز مثلا اعمل ادمن او اوصل حاجه ده هيكون مع ده ازاي؟ فده الجزء بتاع التكنولوجي والكلام ده اللي هو وصلهم ازاي ببعض. فهنا في جزء حاجه يعني ستاندرد لازم تستعمل، والستاندرد اللي بتستعمل اللي هو الاي سي سي سمارت بيلدينج. سمارت بيلدينج سمارت زي هي الصوره بتاع بيلدينج سمارت. اه فده الستاندرد حاليا اللي هو الاسم متبنيه و اظن ده يعني اظن خلاص يعني موجود في الاركيكاد وموجود في بدل ما تكله تمام. يعني كده ممكن نتبادل معلومات مع البيم مع الجي اس. هو اي حد دلوقتي بيعمل بلاتفورم يعني مثلا اللي هي كيف حد بيعمل ايه بلاتفورم اللي هي البيم 360 والكلام ده الحاجات اللي عندك الكلام ده كله في الاي اس
والوقت مش مزاجي خلاص هو مبهم. انا مش هجي لك لو انت كنت مع برامج اللي عندك بقى برامج اللي هي المسؤول المتسابق اللي هي الكلام ده اي سي انت غصب عنك. تمام. طيب حضرتك كنت بتقول داتا موديلنج، ممكن يعني تشرحها لنا اكتر؟ الداتا موديلنج ايوه يعني عايزين نزود في المعلومات فيها. ايوه تمام. يعني الواحد دلوقتي ايه الاستفادات اللي هنعملها من الداتا موديلنج او التخصص دوت او التخصص ده وصل ليه؟ بص هو التخصص اكتر في الريسيرش لما شغلت في الريسيرش ما انتش شغلت في بالظبط مش حاجه يعني اما انت تقارن دي شركه مثلا او انت راجل من الاكاديمي وتعمل ريسيرش الكلام ده فانت ايه الكلام ده؟ لو انت شغلت في الطياره الكلام ده فانت مش شغلت الكلام ده يعني حاجه الكلام ده. انت ممكن يعني انت بقى عاوز تفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ انت مثلا شغال مثلا في الريسيرش مثلا كنت هو الكلام ده خلاص احسن حاجه شغال المهم مثلا شغال معاك الكلام ده والاي سي هتربط ازاي لو هطلع مع الاي سي قال ان البرنامج تاني بس دي تبقى حاجات يعني على سكيل الشركات مش على سكيل اللي هو العالمي على السوفت وير. تمام. طيب البيم مع الاستدامه التكت الاوسع على كل حاجه في اي حاجه تصعب لا 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 اكيد كل واحد بيتخصص في حاجه كل واحد بيتخصص في حاجه او حاجتين طيب البيم ممكن يفيد الاستدامه اوكي ايوه ازاي او ايه اللي ممكن يبقى طيب حضرتك القناة بتاعتك على اليوتيوب ايه اهم الفيديوهات؟ انا تابعتها كلها اتفرجت على الفيديوهات كلها بس عايزين حضرتك تدينا كده نبذة عن القناة. لا لا يعني حسيت ان الناس مش يعني موضوع البنت مش فاهمة قوي موضوع اللي هو البنت كل حسيت ان يعني الناس مثلا كانت فاهمة وصلت الاتش حاجة قلت خلاص يعني اخده وادفعه واسمح حتى الناس اللي هو يتعلم يبقى عندهم مصدر بالعربية بس ده الهدف بس حتى الاسم ما كملتش لحد دلوقتي مش بقى كمل لا لا ان شاء الله بعد الدكتوراه تكمل بعد الدكتوراه تكمل وتدينا المقاله بقى اللي وعدت بيها البماربي ان شاء الله ان شاء الله حتى كمان مش عارف فيديو في علاقه بالكارير في الكلام ده يعني بس يعني يعني مش حاجه لطف يعني حاجه عظيمه لا لا يعني مثلا مش بعيد عن العالم مش بعيد عن العالم مش بعيد عن العالم مش هبدا اشتغل حاجه لا خلاص مش يمكن انا اول مره اشوف التعمق في الداتا موديلنج وفي الجي بي اكس ام ال والحاجات اللي حضرتك كنت شارحها ديت كان بحث علمي محترم منظم كده ان شاء الله. طب حضرتك تقول لي بقى للناس اللي مهتمه بالبحث العلمي وعايزين نصيحه كده حلوه يبداوا ازاي؟ يا ابني
يديني سؤال واضح يعني اقول له مثلا عاوز اساهم مثلا. طيب خلاص خد السؤال ده، خد السؤال ده. الواحد عايز ناس كتير، ناس كتير عايز تسافر، قول لهم ايه الطريقه وانت عملت ايه، او ناس كتير عايز تسافر قول لهم ايه الطريقه وانت عملت ايه. انا ما اقدرش اتكلم عن اي حاجه في السفر غير في الجزء اللي هو الاكاديمي، هو اساس الجزء الاكاديمي. تمام. طبعا يعني من باب الامانه الاخلاقيه برضه والعلميه، يعني انا ليا راي يعني معادل شايف هو لو ريسك ستور. تقريبا انت كنت كاتب بخمس مقالات في النقطه دي. تتعلم عارف نعم، كنت كاتب بخمس مقالات في الموضوع دوت في النقطه دي. يعني خمس مقالات شوف اللي بقى يعني شوف يعني وسال وعصص الناس وحاسس يعني انا شايف هو صح. انا واحد من الناس اللي خلصت يعني لا حاجه عشان وخلاص على كده، انما انا مش ناوي انا هرجع ان شاء الله. فانا شايف ان هو صح فعلا، عاوز اصلا تسافر تتعلم وترجع وتجيب الناس لاخر واجب عليك. فده بس يعني مبدئيا كده عشان اللي هو الجزء الاخلاقي ولا مش عشان ايه عشان بس فكره السفر بس يعني كتير قوي اتكلمنا فيها، يعني يمكن بس حته كتير الناس بتغفلها يعني اظن انها مهمه. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة يا باشمهندس، في واحد داخل غلط، تفضل يا باشمهندس. لا معرفش، هو تقريبا بيتكلم حاجة تانية. اتفضل. لا عادي 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 انت هتعيش تحت مقنعة الرجل ده او السيدي سنتين او خمسين سيدي بيه سواء ايه كان يعني سواء دول اخرى ليش تحت مقنعة الانسان ده ف مش عاوز حصل وخلاص، مش معنى الرجل العظيم الابحاث حتى عمتم التلازة سلوحه، مش معنى كم عظيم السلوحه ممكن تروح الرجل يعني يطلع احسن في المجال وممكن يكون احسن جامعة في المجال، بس انت هتقعد مع الرجل الاساسي فقط جزء بتاع الصور مش عارف اذكر مش قدام مش عارف ايه دي ده انا بطلع طول طول النهار ارى كلام ده مش هسيب بقى خايف واذكر نفس ده جزء كتير انا كنت بعمل منه اطلع على خلاص والراجل ده عظيم وبينور في المجال ده مش عارف لا شوف الدنيا بس كده يعني عشان كده من اللي بيقولوا الناس عمر انت معايا؟ انا معاك انا معاك معاك مع حضرتك لا لا مع حضرتك اوكي طب اقول لك كده يعني ما تسافرش على حتى ما تعرفش هم يعني عارف ان كده بتسافر يعني ما جيتش سافرت مثلا قعدت مع الدكتور مين الناس اللي تعرفهم جربوا قبل كده سواء من او من طلبه يعني ناس بتعمل مثلا نعم اسافر عبري كده انت تاخد فلوس كده اسافر على حد انت عارف ان هو مش كويس عاوز تسافر وخلاص انت يعني يعني انا لو انا في مصر مثلا وقعدت مثلا شهرين في البيت من غير شغل مثلا
معيش مرتب او اهلك اللي انت قاعد فيها في شبكه اجتماعيه بعيد عن اتحاد منها. انما انت مثلا لو انت عندك مثلا بتعمل زي السمكه اللي بتعمل في الميه خلاص هو مصدر المحيط بتاعك هو الشغل العربي ده مثلا مش بس بشتغل بره وانا هاكل منين اصلا منين هدفع ايجار منين الكلام ده لسه اصلا هتنقص لا فاهم هو حرفيا بايده حياته كلها بعد ده لو قرر ينقل عليه قوي يعني طبعا ده قرار مش عشان ابدا بس يعني مش كده بالذات العلاقه اللي هي بتاعت في الريسيرش بتاعت علاقه الدكتور بالطالب يعني علاقه يعني فيها سلطه وعبء يعني الجامعات بتحاول ان هي ما تعمل ريجوليشن سبورت شويه بس ما ده صعب هو لما اخطا سؤال اخي هو ليه لا ليه هاجم عمر يعمل ريسيرش من قله انا بس عم بديت انا دكتور عم بديت اللي خليني اجي مصر اخش اعمل ريسيرش قله امريكا وجيبك اكيد انا هجيبك اكيد في مثلا ممكن ميزه معينه ممكن في حاجه معينه عايز الانجليزي بتاعك احسن من المصري يعني لا هو عمر ان هو عارف ان عمر هيشتغل يشوف الناس كبير وعارف يعني مثلا حاجات مثلا اللي بيحبوها الطلبه زي عمر مثلا ان عمر ما بيعملش حاجه معايا مش دي مثلا اقول لك والله لا لا انا والله لسه مستني كده في اسبوع اصلا كنت كده جاي من اسبوع اسمه لسه مستني كده اسبوع فاضي وعمر مش والله لا لا انا ما عنديش اهل ولا لا لا عمر انا فاضي مش حاجه انت في العيد الكبير والصغير اصلا صار العيد بتاعك عادي لكن لا هو جايب واحد شغال ما بيقفش هو عشان كده جاي مش عايز ولو مش عارف هو هيبقى انت مين وعلى حسب تمام يعني برضه اقعد الناس دي جدا جدا يعني موضوع تعمل ماجستير او الكلام ده مش بلد علم وهي دي الجيزه اللي هتحصل بس انا بدي ماجستير مثلا في الطب مثلا ولا بدرس دوم هو اصلا هو اصلا راجل ده مش عارف اللي انا بقوله ده اصلا هو يجي انا اقعد اقول كل حاجه يعني مقام الواحد مش عارف وحش بس هو هو دي سي سي بس هو مجرد بيجي اصلا انا شايف ان ده صح ما صح يعني انا مستغرب يعني قانون مصغر مستغرب يجي يعمل ايه يجي يقدم بروفا ويجي يشتغل ويجي اول غير بعد الكلام ده هو كده خلاص من اول ما كنت عامل الشركه انت عاوز تمام اول مره اول مره كنت مش بسمع حد هو خلاص سبونسر لازم صح الكلام ده سيب سيب البروجرام وهو يبقى على حسب عاش مثلا سنه او اسبوعين او شهر ايا كان على حسب الدكتور اقول له لا شوف بخيال بس بقول لك ان هي ضخ قوي فاختار كويس الدكتور اشتغل معاه فعلا مش فرق يعني يعني ما بعتش الناس كلها الكلام كله بقى وزي كان اللي بينهم الكلام ده يعني خش عليه بس الارض جميل يعني ما بعتش كل الجامعات ابعت للدكاتره اللي انا اسمع انهم كويسين او الجامعات اللي هي كويسه في ناس بتقعد تبعت لكله حتى لو جامعه عظيمه بس تمام تمام طيب في المهندس هشام في المهندس هشام جعفر كان عنده اسئله لحضرتك اتفضل يا استاذنا الفاضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضراتكم الحمد لله استاذ اتفضل حضرتك الحقيقه يعني النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها اكيد نقطه مهمه جدا الحقيقه انا كنت متخيل ان المشكله دي تحصل اكتر يعني عندنا هنا اكتر ثانية واحدة عشان عمر قاعد يجي نفس النقطة حد النقطة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي بالظبط كنت بحس إن المشكلة دي ممكن تكون متعلقة بمصر أو الدول بتاعت المنطقة العربية يعني بس فكرت النقطة إن ده الكلام ده موجود برضه في الـ USA او برضه برضه الامانة برضه يعني ناس مقاطعة بعض الامانة برضه يعني قد لا تكون بنفس العنف بتاع يعني اكيد في يوم سيكي قوي اكتر مش عارف اكيد في لما بس هي الفكرة بتبقى مشكلة حقيقية اولا
مش اسهل قوي قوي بتبقى جاي مع العدسة السابقة بتاعتك في المكان اللي انت جاي فغالبا انت جاي مكان اقل شوية ولا مش جيت قبل الاساس او انت جاي لو انت عندك بارد في مصر او تلاقي جاي فده رقم واحد رقم اثنين زي ما بقول لك يعني هو في حاجات كتير بتبقى مرقم خاصة يعني انت بتحسبها ازاي ده دكتور سيء مقرف مش عارف اقول اساسي طيب انا هعمل ايه اصحى ازاي هعرف الدكتور فين مكانه ولا لا طب والله السيناريو لو انت يعني انت لو انت على حسابك انت بتفهم كده انا عايز اسمع الفيرسي بين النوع مثلا عندي ناس مثلا بس خليك من واحد برضه 18 اصل الله وانا اصحى بس بسرعه انا مش اصل الله مثلا بتكلم سنه مثلا بالسكند مش عارف ايه لو انت يعني جاي على نفسك كنت 50 طيب انا عندي بس نقطه صغيره عندي نقطة صغيرة بس أو سؤال هل كل التعليم الجامعي في أمريكا غالي ولا في تعليم حكومي رخيص وفي تعليم خاص غالي؟ أنا في جامعة حكومية أه ما شاء الله تمام اللي جاب وصل أنا في جامعة حكومية تمام يعني هو دي جامعة حكومية بس خلينا نتكلم في جامعة حكومية في جامعة حكومية في جامعة حكومية تمام رئيس برق وبعنا كان من كان بيقول انه هو الغاية دلوقتي وهو كان رئيس امريكا وقتها هو ومراره كان لسه ما كان ملوش السداد بتاع الديوكيشن اللورز او هي يعني الدولة بتصرف عليهم بس هو مفروض مع الوقت بيبدأ يصرف الفريق بتاع التعليم بتاعه ويصرف عليه فموضوع التعليم في امريكا اعتقد يعني من المعلومات من بره كده الموضوع لا يجي سمعه ان هو غالي جدا يعني دخلنا دلوقتي في المشكله ديت اللي هي موضوع الذكاء الصناعي والاوتوميشن لا انت دخل من زمان يعني انت زي بقول لك احسبها كده من زي بقول لك الاول الاوتوجات دخل وعمل ريبليسمنت للرسامين اللي هم كانوا بيرسموا بايديهم طب بيرسموا بايديهم بيروحوا فين
ولا نشوف شغلانه جديده. ف هو بيقول لك بص يعني هو بيقول لك لا لا يعني بص الارض دايما بتقول لك الفاليو كريشن احنا بنكريت فاليو جديده ومش عارف ايه وبس حاجه جديده كده. بس واقعيا لا واقعيا البروس بتقل والفاليو الجديده اللي بتتعمل بتطلع بتبقى يعني شغلانه ارخص اللي نخلي بني ادم يعملها. فهو بني ادم ده بعد يقول لي لا انا عاوز فلوس اكتر لما هيوصل لمرحله اللي هو ايه اول ما صحيت ان هو بقى لا بقى ارخص ان الروبوت يعملها. فانت انت كعمر قدام واحد صعب يا اما ترضى بالمرتب القليل يا اما تقصد تحب ايه حضرتك؟ هرضى بالمرتب القليل يعني نعم هرضى بالمرتب القليل بالظبط يعني. فدي بلوت ميشن عشان كده هتلاقي يعني لو انت بصيت على على جوجل ودعبست كده هتلاقي يعني في دافوس مثلا اللي هو الورلد ايكونوميك فورم والكلام ده بيتكلموا بشكل قوي على يعني في كلام قوي على ال يو بي اي. يو بي اي اللي هو بيسموه يونيفرسال بيزك انكم ان هو اي مواطن ليه مرتب اساسي يعني حتى واحد من مرشحين في الرئاسه دلوقتي في امريكا بيتكلم عن يو بي اي ولازم الناس دلوقتي مش عارف تاخد لها 1000 دولار في الشهر حاجه زي كده. ليه؟ ان هو خلاص بقى الكابابيلتي ان انت ممكن تلاقي شغل كتير. انا محتاج ان انا اكلك واشربك مش عارف ايه. ف ده بقى دلوقتي خلاص يعني ده بقى الوضع الطبيعي دلوقتي. لا الوظائف بتقل طبعا some point لا الناس كتير هتبقى عاطله نظريا. لا طبعا لو طبعا لو الترند فضل ماشي زي ما هو كده فكره اللي هو بيقول لك فاليو كريشن والكلام ده يعني الكلام ده يعني في نص كتير رايي طبعا بس انا مش خايف. طيب خلينا نرجع ثانيه واحده عشان الموبايل قرب يفصل شحنه ثانيه واحده اجيب الشحن. ايوه اتفضل. انا بقول لحضرتك دلوقتي موضوع الطابعه ثلاثيه الابعاد لو حطيناها مع البيم تمام. طيب ما هو ده هيؤدي ان كل العمال شغالين مع السلامه. بص عمر يعني الموضوع يعني عاوز تحسه اكتر كمان يعني انت في مصر مش حاسس بيه قوي. ليه؟ عشان خاطر حضرتك ما زالت تكلفه العماله عندك مش عاليه. انت مش حاسس باوتوميشن قوي ان انت دايما ارخص لك دايما الصناعيه. احنا انا في قطر دلوقتي ممكن مثلا يبعت 10 عمال عشان يغير زرار كهرباء. زرار كهرباء ممكن تبعت عامل واحد يروح يبعت 10 ممكن يخلي 100 واحد يقعدوا في نص الصبح في الموقع لان العماله فعلا رخيصه جدا بالذات ان هو كمان يعني لما تبص على السوق مثلا الكلام ده تلاقي مثلا الفري فابريكيشن مثلا متوحش. دي وبيعمل ايه؟ لان كمان يعني ساعات كتير بتبقى اوف شور يعني اقدر ارخص لي ان اعمل ريفابريكيشن للبانل بتاع مثلا تشطيب الوجه في المكسيك واشحنها من المكسيك لحد عندي في امريكا ده ارخص لي من نجيب صناعي يعملها. فصناعي كده بقول لك في امريكا دايما بيقعدوا يتكلموا بيقول لك ده طبقه متوسطه رايحه في داهيه ومش عارف ايه كان كده ليه؟ لان كان زمان اللي بيعمل الحاجات دي كانت طبقه متوسطه. دلوقتي لا انا نوت في النهايه كوربريت بتاع مثلا يعني ما هي مالهاش دعوه بالناس انا عاوز اكسب. والكوربريت لما بتكبر لحجم معين خلاص هي مش مهتمة او هي ما تقدرش تهتم يعني لو جه سي او والله بتاع الكوربريت وقال يعني لا حرام البشر هيمشي من يوم في تيست خلاص هي الكوربريت ما بتحلاش ان هو ايه لازم نكسب خلاص ايا كان بقى على الكلام ده. سيبك بقى من التهريج اللي بيعملوه اللي هو بتاع يقول لك لا مش عارف زوجك مش عارف كام مصروفه مش عارف ايه او سامسونج اللي بيعمل في المرة ولا لا مش بطاقه في الضرايب. انا فاكر ان هو السنه اللي فاتت دفع اساس لاين امازون جيف بيزوس يعني معاه ثروه قد ايه لو كلهم بيروحوا للدول الوزاره الصحيه ومش عارف ايه الكلام ده. اعتقد ان هو بيتبرع عشان يخلص من موضوع الضرايب يعني التبرعات دي تتخصم من الضرايب اللي عليه. ايه ايه يعني بغض النظر عن نيته في النهايه هو مش عامل يعني هو لما الزوكا بيرجع اقول لك والله انا عامل كذا عشان رسالتي ان هو وصل نفسه مع بعض ما تسقفش وانه بشوفش ببقى خلاص هيجي لي شلل الناس قاعده بتسقف يا ابني انت عبيط يا ابني اتكلم في ايه؟ لا يعني الدنيا يعني العالم مش دبابه يعني زي ما بقول لك الموضوع بقى بتحس الاوتوميشن اكتر لما بقول لك في اوروبا وامريكا فعلا الليبر غالي
فتلاقي مثلا حاجه زي الكومبليكيشن، يعني مثلا انا بدرس مثلا كوست استيميتنج للطلبه هنا مثلا في الاسايمنت مثلا اليوم مثلا بتاع الكود هتلاقي مثلا تكلفه الاكويبمنت اللي هي الاودنج والاوبريتنج والكلام ده اللي هو تكلفه المعده بالبنزين بتاعها الصيانه بتاعتها بالديبريشيشن بتاعتها بالزيت وكل حاجه تعدي تبقى ارخص من اجره السواق. ده بجد لو قلت لك ده بصر في الثاني ده عن اجره سواق الاوضه اعلى من اجره الاوضه في الساعه هتدفع لسواق الساعه اكتر من اجره الاوضه. والمشكله بقى ان سواق الاوضه الفلوس دي بتروح فيها تامينات وضرايب ومش عارف ايه والكلام ده. يعني مثلا سيدي مثلا 70 دولار في الساعه مثلا واكشلي مثلا 50 او 70 دولار في الساعه الباقي ضرايب والتامينات والحاجات دي والكلام ده. تمام يبقى احسن احنا بقى نستخدم ال ما بس اديك المثال ده عشان تتخيل الاوتوميشن. لا يعني عشان كده دخل الشركه يبقى الاحسن الواحد بقى يستخدم سيارات اللي هي ذاتيه القياده بعد كده. انا مش فاهم اغلب الناس بعد كده هيستخدموا السيارات ذاتيه القياده يقول لك نوفر برضو الفلوس الراجل ده ياخدها. انا حاليا العربي يعني اللي هو بس هو قليل يعني عربية تسلا وجوجل برضه عامل حاجة زي كده. تسلا بتتسقى اوتوماتيك يعني يعني في ناس يعني تخش على اليوتيوب تكتب بس واحد نايم وعربية تسلا شغالة. تمام. يعني جاي سليبنج وايل تسلا لا لا دي كتير خلاص هي تسلا نفسها بالذات لو على الهاي فيو والكلام ده خلاص الموضوع مش ومع الوقت هي بتقوى ان هو في النهاية هو عامل موديل يعني هو يعني اللي هو الجزء بتاع ماشين ليرنينج اللي هو الموديل بيعلم نفسه. هتقول لك تسلا عملت حادثه ما هي عملت حادثه بس هي اتعلمت اديت على سام بوينت بتتورط هتلاقي تسلا بتعمل غرز بتخمس كل حاجه. ما شاء الله المهندس هشام كان عنده سؤال. هشام جعفر لا هو انا كنت كان السؤال بتاعي كان اللي هو كان في النقطه بتاعت الدكاتره والحمد لله الباشمهندس رد عليا. وبالنسبه بالنسبه برضه نقطه الاوتوميشن يعني هو حتى الفيديو اللي بيتكلم عنها الباشمهندس اللي هي بتاعت الناس المصورين وهم بيسوقوا تسلا الفيديوز دي كانت بتعمل لها شير على انها شبه كارثه. ليه الناس بيعملوها لانها كارثه؟ لان المفروض يعني حتى لو الماشين هي اللي بتليد نفسها فالمفروض البني ادم لسه يكون ليه دور الاشراف. بالنسبه لنقطه الاوتوميشن طبعا هي هتقضي على فرص ناس كتير خصوصا الناس اللي بتعتمد على الجهد البدني اكتر ما بتعتمد على الجهد الذهني. فحتى بالنسبه للمهندسين اعتقد يعني ان هيكون المهندس اللي بيعتمد على الريبيتيف ورك في شغله وحاجه بتعاد هيكون مستقبله في خطر. للاسف الواحد مصروف نبح في الموضوع ده مع الناس هتلاقي واحد تلاقي واحد قاعد بيقول لك دوره مش عارف ايه يا ابني صل على النبي تسميه ايه ده دلوقتي انا ممكن اعمله لك الجوريزم بربع جنيه يصمم احسن منك 100 مره ويعمل يقول لك يعني للاسف الجزء حتى بتاع التعليم الجامعي بقى عامل زي جزء الثانويه العامه خلاص هي ثقافه مش تلاقي واحد بعد ما خلص الفلوس بتاعه بياخد كورس اكاديميه مش عارف ايه يا جدعان خرجوا برضه كنت بعمل في الكليه يعني ما تقولي صمم كاميرا كاميرا مين يعني خلاص بقى يعني جيب بقى ان انا اتعلم البيزك عشان افهم الماشين ماشيه ازاي وان انا يعني احنا نشوف الماشين لا خلاص انت لو تعرف صمم احسن مش هتعرف صمم احسن من الكمبيوتر ولا انت اداء اكيد. انا افتكرت اسم كتاب يا عمر كان قبل ما تخش معانا باشمهندس هشام بص عمر كان سالني حاجه مقاربه كده قلت له يعني حتى انا في مصر 100% ماشين يعني كان هو كتاب 0 to 1 بتاع بيتر ثيل وبليك ماسترز دول يعني الناس نوع دول من اكبر التكنولوجي واحد فيهم هو اللي عامل كوفانسر لينكد ان ومش عارف ايه فبيدوا انسايتس بتاعتهم
فالانسايت قال لك لا يعني حتى انا مش زيرو سوليوشن يعني ممكن نوصل في المستقبل للسوبرفايز يعني هي واحد يعني في اوتوميشن بس واحد بيشتغل بس في النهايه الاوتوميشن دي معناها ان بدل بقول لك كان 20 واحد يعمل التاسك لا هو واحد يعني واحد بس اللي هيعمل الاشراف الكمبيوتر بيعمل 20 تاسك وطبعا هي اصعب في الماركت ده اكيد اكيد لازم يعني انا وجهه نظري ان زي ما البشمهندس كان بيتكلم ان المهندس مش هينفع ان هو بقى يكون بيعتمد على البرنامج لان هو لو بيعتمد على البرنامج فزي ما البشمهندس بيقول هو اكيد البرنامج مش يعني انت عمرك هتكون اشطر من السوفت وير. نقطه القوه بتاعتك كمهندس انك اصلا تكون فاهم البيزكس يعني هو في دايما عندنا كده سمعه سيئه لاصل فلان ده اكاديمي فهو مش ايده مش شغاله في الحاجه بتاعت السوسو بس بعد كده في وجهه نظري ان الراجل الاكاديمي والراجل الريسيرشر هو ده المفروض يكون المهندس بعد شويه انت اللي هتعمل الحاجه اللي هتمشي اللي هتشغل يعني احنا بعد كده مش محتاجين حد اصلا يدرس ستراكشر ديزاين غير اللي هو غير شغال ديفلوبر مثلا في اوتو ديسك بالظبط يوزر خلاص بالظبط فالمهندس بعد كده المفروض ان هو لا انت ما انت بتعرف تستخدم ساب ده يعني مش هيكون حاجه اصلا احنا محتاجين منك بقى ان انت تكون فاهم النظريه الاصليه ايه عشان انت اللي تقدر بقى نعتمد عليك ان انت هتعمل ريسيرش معين انت كمهندس ده يبقى ليه دور وفي مهندس تاني برضه هيفهم الالجوريثم ده بدراسته للهندسه كفهم اكاديمي وكفهم علمي للنظريه عشان يقدر يعمل له ديفلوبمنت لكن شغل الاند يوزر مع الوقت لا يعني زي شغل انت البشكاتك يعني خلاص الموضوع انتهى بقول لك انت هتبقى ليبر هو دلوقتي خلاص يعني هي يعني حاليا يعني لو فضلت هتبقى حاجه من الاثنين يا اما انت بتعمل وظيفه عشان خاطر العمليه الكمبيوتر هتبقى اغلى انا خليتك تعملها ارخص ولو اصلا بوينت انت بقى تقرفني وتقول انا عاوز اكتر وصدق الحظ انت بقيت اغلى من الكمبيوتر اقول لك لا خلاص لو خدت الكمبيوتر بقى اول حاجه ثاني حاجه لا مش بجد مشكلته طبعا الكبيره اللي هي تغيير ثقافه الناس في الحته دي صعب افتكرت النقطه الثانيه ليه اما انت بقى خلاص يبقى دي اللي هي الفجوه فجوة علاقة ما بين الشركات حتى مش حاجة اسمها شركات متوسطة السكيل وشركات كبيرة وكلام من يبقى خلاص يا إما شركة صغيرة يا إما شركة كبيرة يا إما أنت شغال مقاول لو بيسموه في التعبير الدارج اللي هو مقاول تحت إيد السلم تعمل اللي هو يعني عمارة صغيرة مش عارف الكلام من ده فساعتها خلاص شغال يدوي أرخص يا إما كورب كبيرة شغال فدي برضه مشكلة تانية إن عامة في البيزنس بشكل عام الميدل بيزنس قاعده كام خلاص كل ولو حتى في شركه ليها بوتنشال يعني الشركات الكبيره بتاخدها تشتريها بالموظفين بتوعها ما هي اول مش هيسمح لك يعني هو خلاص وصل مثلا ان انت مش هسمحك مش هسمحك انك تبقى تهديد ليا يعني ما تنساش احسن يعني انا سيبك عشان سواء ده اللي مخلي حاجات الستارت اب شغاله زي الفل دلوقتي ستارت اب احد العوامل اللي هي شغاله ايه ان انت هتبيع انت داخل يا جماعه انا مستسلم وهبيع هبيع فكرتي ما تقلقش انا هبيع بس ادوني فرصه بس اعمل تعالى خش ونعمل راوند 1 في الانفستمنت وراوند 2 الكلام ده وبعد كده نبيع والله وانت انت جاي هتاخد الفلوس ماشي يا استاذ فاضل ان شاء الله بقى عايزين دكتوراه قريب بقى وبعد كده نبدا بقى نشوف الفيديوهات لحضرتك ونتعلم اكتر من حضرتك ان شاء الله جزاكم الله كل خير الف شكر لحضرتك والمهندس هشام والمهندس احمد والمهندس مهندس هشام من المبرمجين الكبار ومن الناس اللي معانا في ماريبيا من زمان يعني ربنا يعزك ولسه باعت مقاله النهارده بالبي دي اف ان شاء الله ناخدها وورد بقى عشان نعرف نعدلها تمام ان شاء الله ماشي يا باشمهندس الف شكر لحضرتك ماشي السلام عليكم السلام عليكم